بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع يخص الزهرة عليها السلام. احنا دلوقتي في الأجواء بتاعتها، بس أنا لاحظت حاجة، وأنا دي عشتها يعني، مش بس لاحظتها، إن إخواننا السنة بيعرفوش أي حاجة عن الزهراء خالص، وأنا بقيسها على نفسي. أنا زي أيام زمان ما كناش نعرف حاجة عنها خالص، بنت النبي وخلاص. لا، حتى الحسن والحسين بيعرفوش إلا إنهم كانوا أطفال صغيرين، أكتر من كده ما فيش معلومات. وطبعا البركة في شيوخ الأزهر وفي إدارة الأزهر اللي مسؤولة عن كل الدين في مصر للأسف. أنا النهاردة حدي فكرة عن الزهراء عشان تعرفوا كلكم إيه هي الزهراء بنت رسول الله. في سورة الضحى ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إيه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل أعطى إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. خد بالك من كلمة إن كمان، إن دي المجموعة الفاعلة في القرآن اللي هي تتكون من محمد وآل محمد. إن طبعا محمد الملك أحمد الملكوتي هو الرئيس بتاعهم بأمر الله. إن أعطيناك يا محمد الكوثر. سورة الكوثر دي معناه الكوثر معناته إيه؟ الخير الكتير. لما يكون الكوثر الخير الكتير، وليه أعطى الكوثر والخير الكتير، وإيه المناسبة؟ كلنا عارفين مناسبتها، اللي هو كان واقف مع العاص وكان بيحكي معه، مش العاص خطوتين لقدام كده، ف قابله واحد قال له مع مين كنت بتحكي؟ قال له مع هذا الأبتر. الأبتر بلغة العرب يعني اللي ما عندوش ولاد. الرسول سمعها واتضايق قوي، كان لسه إبراهيم ميت، يعني مات القاسم وإبراهيم مات، فاتضايق أخد على نفسه كده واتضايق. فربنا أبدا ما يسيب رسوله متضايق أبدا ولا زعلان، ده حبيبه. فقال له إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر اللي هو الخير الكتير، والخير الكتير ده بيجي منين؟ من الزهراء بنته. ولذلك دلوقتي أولاد الزهراء اللي هم يعتبروا طبعا أولاد رسول الله بالملايين. شوف بقى الفرق بين هنا وبين هنا، إنا أعطيناك الكوثر. سورة الكوثر سورة غريبة قوي في القرآن، هي تعتبر من أقصر السور، ثلاث آيات. لو تجمع الآيات تجدهم عددهم 10، عدد الكلمات، الكلمات السورة 10. لو تيجي تمسك السورة وتنزل المتردد يعني المتكرر من الحروف تجد الباقي المجموع قدامك 10. الآية الثانية في السورة فصلي لربك وانحر، بتيجي امتى؟ يوم العاشر من ذي الحجة. السورة دي كلماتها لم يستعملها الله في أي سورة من سور القرآن أبدا. سورة خاصة بكلمات خاصة، سورة قصيرة بتشبه عمر التفاحة الصغيرة اللي ماتت البنت 18 أو 20 سنة. السورة دي هي بتدي السورة، على فكرة الزهراء دي اختبار للشيعي. انت بتعرف عن الزهراء؟ شكرا يا محمد. بتعرف شيء عن الزهراء؟ بتعرف عن مظلوميتها؟ بتعرف عن مقامتها؟ لو ما بتعرفش انت مش شيعي، لان دي من اساسيات الشيعة، انك تعرف نبيك وبنت نبيك، لان بنت نبيك دي مش زي بنت عادية خالص. دلوقتي هفهمك مين هي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك، اللي أنا عاملة لكم العنوان بتاع المحاضرة، حجة من رسول الله على العالم كله، حجة، فاهم؟ حجة على العالم تبين لكم مقام الزهراء. خبوها وقفلوا عليها سنين، لأن الحجة دي كانت قوية قوي وتهدهم. ليه؟ الحجة إيه هي؟ إيه هي الحجة اللي تركها رسول الله؟ قال إن الزهراء يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها ويسخط على سخطها. ياه، وش معنى دي يعني اللي يرضى ربنا لرضاها ويغضب لغضبها؟
هي ايه المميزات اللي فيها اللي تخليها توصل لهالمقام هذا؟ دلوقتي انا هقول لك. في رواية في كتاب الشيخ أبو جعفر الطوسي الثاني، أبو جعفر بيقول فيها إن الثقفي بيسأل أنس بن مالك، الحجاج الثقفي بيسأل أنس بن مالك، أنس بن مالك كان بيشتغل عند رسول الله في بيته، فقال له أنا عايز أستفهم منك الحكاية دي صح ولا غلط؟ قال له قول. قال له عائشة دخلت مرة على فاطمة وهي بتطبخ، فلقت القدر بيفور 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 على النار، وظهر والزهراء قاعدة حاطة ايدها في قلب القدر وبتحركه بصوابعها، يعني جالها هلع من الخوف، طلعت تجري على ابوها قالت له بابا شفت حاجة غريبة قوي، شفت كذا كذا كذا. قال لها اكتمي اكتمي اكتمي، ده موضوع صعب قوي، موضوع فظيع، خلينا نتأكد. الكلام وصل للرسول عليه الصلاة والسلام، فرح طالع على المنبر وأثنى على الله وتكلم على الله كلام حلو، وبعدين قال إيه؟ اسمع معايا. قال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، لقد حرم الله النار على لحم فاطمة وشعرها وعصبها، وفطمت من النار، وفطمت ذريتها وشيعتها، وفطمت ذريتها وشيعتها من النار. خد بالك من الكلام، اسمع بقى الحتة اللي جاية دي وتركز فيها. وإن من نسل فاطمة من تطيعه النار والشمس والقمر والنجوم والجبال، ويضرب الجن بين يديه بالسيف، وتوافيه الأنبياء بعهودها، وتسلم إليه الأرض كنوزها، وتنزل عليه السماء بركاتها، والويل الويل أي الويل لمن شك في فضل فاطمة، أو ولعن الله من يبغض بعلها ولم يرضى عن إمامة ولدها، وإن لفاطمة ليوم القيامة موقفا تدعى فتكسى وتشفع فتشفع. ايه بقى العظمه دي كلها؟ ناخد روايه تانية وبعدين ندخل في موضوع فاطمه. في روايه لمحمد بن سنان دي موجوده في اصول الكافي، بيقول ايه؟ اجريت حديثا مع الامام الجواد عن اختلاف الشيعه، ده محمد بن سنان اللي بيحكي، فقال له الامام، قال له يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل منفردا بالوحدانية، ثم خلق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فمكس ألف دهر، ثم خلق الملائكة من أنوارهم، ثم خلق باقي الخلق كله من أنوارهم، وأشهدهم خلق العالم كله وخلق المخلوقات كلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يشهد أحدا أبدا على خلق إلا هم، ولذلك لما يقعدوا يقولوا يتفلحصوا ويقولوا أصل السماء كانت كذا وأصل الأرض كانت كذا وأصل حتى الأرض طلعت حتى انفجار من الشمس، قال لهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني مساعد أبدا، هم الخمسة دول هم اللي شاهدوا قصة الخلق، ولذلك أدهم انتوا مسؤولين عنهم، انتوا واولادكم الانوار التانيين اللي هم التسعه المعصومين من ذريه الحسين، انتم مسؤولين عن الخلق. فوض امرهم اليه فهم يحلون ما يشاءون، وان الله تبارك وتعالى اعطى للمعصوم، وطبعا بينهم الزهراء بتكون اعطى التحكم في الموجودات بقدراته تعالى، المعصوم فيه يتحكم بالكون ده زي ما انت بتتحكم في ايديك ورجليك وجسمك، شوف انت ازاي بتحرك ايدك، هو عنده انه يقدر يتحرك في الكون ده بامر الله، ولذلك ما يجيش واحد بيقول لي يا شيخ هو لو كان يقدر يتحكم في الكون كان ساب في كربلاء اللي يقتلوه، ولا التاني كان قتلوه بالسيف، ولا التالت قتلوه بالسيف، كل دول عارفين
عارفين اليوم والتاريخ والحادثة وكل حاجة هتحصل ازاي، وموافقين لان ده امر الله. قال لهم اليوم ده تطلعوا من الارض وتيجوا لهناك للاماكن بتاعتكم اللي انا محضرها لكم. فكانوا بمنتهى البساطة ياخدوها وقدام العالم الجسم البشري بتاعهم يندفن، انما هم انوارهم تطلع تاني وتكون موجودة في اماكن تانية، هم حوالينا في الكون. ولذلك صدق الإمام الهادي حين قال: وذل كل موجود لكم. كل الموجودات مذلولة لآل البيت. طيب أنا أديك حديث، ملاحظة بسيطة في حديث الكساء. حديث الكساء اتكلم عنه محمد بكل الأشكال وبكل الأوضاع، بس أنا ليا ملاحظة في حديث الكساء، ملاحظة بسيطة جدا. هو إن مين اللي كلمنا في الحديث ده؟ مين اللي اتكلم؟ مين أخبرنا عنه؟ هي فاطمة. هي فاطمة بدت الحديث وبدت تحكي. دخل علي أبويا وكان تعبان وقال لها: أشعر في بدني ضعفا، غطيني بالغطاء اليماني. إنما بص الكلمة هنا اللي قالتها إيه، وظل يعني ضلت قاعدة تطلع فيه. وظللت أنظر إليه حتى كان وجهه يتلألأ كالقمر في ليلة تمام وكمال. ليه قعدت تنظر إليه؟ ليه قالت الحتة دي؟ ليه نبهتنا انها كانت قاعده بتبص له؟ لان زهراء من عينيها بيطلع اشعاع النور، لما اشعاع نور عينيها يتقابل مع نور وجه رسول الله بيحصل الشفاء. ولذلك هو ساب كل البيوت وجي على بيت الزهراء، لان بيت الزهراء بيت الشفاء، البيت اللي بتهبط فيه الملائكه، البيت اللي موجود فيه الانوار الخمسه، هو ده بيت الشفاء. وبعدين انت لاحظ كمان ان الزهراء بتحكي حديث دار بين ربنا وبين جبريل. قال يعني قال له هم تحت الكساء، قال له مين يا رب اللي تحت الكساء؟ هي سمعت الحديث ونقلته، محدش قال لها. فقال له ان تحت الكساء فاطمه وابوها وبعلها وبنوها. قال له اتسمح لي ان انزل؟ ونزل. كل ده الحديث ده نقلته الزهراء لنا. طيب نشوف. هنا الإمام الهادي بيقول لك: بكم بدأ الله وبكم يختم، وقال: إن أياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. كل ده الكلام ده لأهل البيت للمعصومين. الباقر عليه السلام بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول: نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حج علينا. شوف القيمة بتاعت فاطمة، هي أم الأئمة، هي إمام الأئمة، هم حجج الله على الخلق. ومين حج عليهم؟ أمهم فاطمة، أمنا فاطمة حجة علينا. يعني هي هم مسؤولين قدام أمهم فاطمة، لأن فاطمة يا جماعة فاطمة دي اتخلقت خصوصي عشان تكون كفء لعلي. علي نور، ولا يمكن علي يقدر يخلف الحسن والحسين ان هم النورين بتاعه دول الا من نور زيه. ولذلك كان لازم الخلق بتاع فاطمه يتركب ويجي عشان علي يتزوج وعشان يجي الحسن والحسين. كيف جت فاطمه؟ هديك بس حديث صغير لان مش عايزه اطول، الاسئله كتير عندي. روايه ابو الزهراء بيقول ان فاطمة بتصف نفسها لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين عارف، إنما هي عايزة الكلام يوصل لغاية ما يوصل لعندنا، يوصل من لغاية ما يجي لعندنا. اسمع بتوصف نفسها بتقول إيه. بتقول: اعلم يا أبا الحسن أن الله تعالى خلق نوري من عظمة نوره، نور الزهراء من عظمة نور الله، خلق نوري من عظمة نوري نوره، وكان يسبح لله تعالى، ثم أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت. فلما دخل أبي إلى الجنة أوحى الله إليه إلهاما أن اقتطف من الشجرة ثمرة وأدرها في لهواتك، يعني كلها في حلقك. ففعل، فأودعني الله في صلبه، ثم أودعني في رحم أمي خديجة، فوضعني، وأنا من ذلك النور، أنا لذلك أعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يعني هي القيمة عليه على ديننا كله.
ديننا هو دين القيم، القيمة اللي مسؤولة عن الدين بتاعتنا هي فاطمة. فاطمة مسؤولة عن كل حاجة، زي هي مسؤولة عن الأئمة كلهم، ومسؤولة عن علم الأئمة، ومسؤولة عن دين الأئمة، فهي دين القيمة اللي ذكرها ربنا في القرآن. هذه هي فاطمة يا جماعة، نور من نور عظمة الله، نور خلقها ربنا خصوصي لتكون كفءا لعلي. شوف احنا بنقول ربنا كل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كفوا احد، يعني ربنا ما عندوش كفء زيه. وكذلك انما علي لانه خلق من نور الله لم يكن له كفوا حتى يخلف الانوار. عرفنا دلوقتي الزهراء ده حديث بسيط جدا ومختصر جدا جدا، ويعني اختطفته اختطاف عشان خاطر افهمكم مين هي الزهراء، لان سمعت وعرفت ان اهل مصر والناس السنه ما بيعرفوش ولا شيء عن الزهراء. لما سالت الناس قالوا لي ولا حاجه، بنعرف انها بنت النبي. تعرفوا ايه عن الحسن والحسين؟ ولا شيء، اطفال كانوا صغيرين وبس. كتر خيركم يا بتوع الازهر، وكتر خيركم يا مدير الازهر. ندخل في الاسئله يا جماعه. رقية رقية بتقول دعائي لا يستجاب، ماذا أفعل؟ ومن قال لك إنه لا يستجاب يا رقية؟ مين قال لك إنه لا يستجاب؟ يمكن أنت بتدعي دعوة ربنا عارف إنها مش في مصلحتك دلوقتي، يمكن ادخرها لك لوقت تاني، يمكن شالها لك ليوم القيامة، يمكن عارف اللي أنت بتطلبيه ده غلط. يعني هديكي قصة بسيطة قوي كده عشان تعرفي إن الدعاء إن لما ربنا يستجاب يكون في فايدتك. واحد بيحب بنت وعايز يتجوزها، ابوه مش موافق، فراح عند مرقد الامام علي الرضا وقعد هناك عند المقام، وقعد يدعي ويدعي ويبكي ويطلب من الامام ويقول له انا جيت لك مخصوص ساعدني، انا بدي البنت دي. ما ردش عليه. 3 ايام 4 ايام يروح ويجي وما فيش فايده. وهو طالع قال لك هروح على قبر واحد من العلماء. قعد على قبر واحد من العلماء، قعد يدعي ويدعي ويدعي، ما فيش فايدة. راح على قبر تاني، على مكان تاني، على عالم تاني، لما واحد من العلماء أمر له إنه ياخدها، يعني سمح له إنه هو سهل له الأمور إنه يتجوزها. شوف بقى لما الإمام يقول لك لأ وأنت تعصاه، أخدها واتجوزها. يوم من الأيام بعد الجواز داخل على البيت، لقى الصالون فيه 3 4 شباب. قال لها إيه ده؟ قالت له ولاد عمي وولاد خالي. قال لها وإزاي يجوا على البيت وأنا مش في البيت؟ قالت له ده بيتي وأنا حرة فيه، ومش عاجبك الباب يفوت جمل. طبعا حصل الطلاق بينهم، يعني مفيش واحد بيتحمل كده. هنا تعرف ان الامام لما ما يردش عليك يبقى مش في مصلحتك، اللي انت جاي تطلبه مش في مصلحتك. ولذلك انت ما تقوليش ما بيردش عليا، قولي اللي انا بطلبه يا اما غلط، يا اما مكانه مش دلوقتي، يا اما مش هيحصل في العالم ده، يمكن ادخره لك في عالم تاني. ام مصطفى، ابني عمره 13 سنه وغير منتظم في صلاته، واحيانا بيكذب انه صلى، انصحه لكنه ما يقبلش النصيحه. يا ام مصطفى والله العظيم النق بتاعكم ده بيكفر الواحد. يعني 13 سنه هتفضلي وراه بقى صلي 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 لما تكرهيه في الصلاه. يا امي الاطفال ما يبتدوش صلاتهم بالطريقه دي، بالحنيه وبالرحمه، ومش اضطر ان يكذب عليك قد ما زهقتيه وبتنقي عليه، اضطر يكذب عليك بالحنيه باللطافه. اغرشي عنه اغرشي عنه، شفتيه صليت؟ قال لك اه صليت، امشي ما تنقيش عليه، هو نفسه هيحس ان انا كذبت على الله. شويه شويه هتلاقيه بيصلي، انما كتر النق والعصايه والضرب والاهانه واللي تمسكيه وتحطيه هتكرهيه في الدين كله مش بس في الصلاه. افتحي قدامه التلفزيون هو في اي حاجه، في صلاه الجمعه، في اي شغله، الفتي نظره بشغلة بسيطة على التلفزيون، حد بيصلي وانت بتتكلمي مع واحدة صاحبتك بتقول لها شفت صلاته جميلة قوي، انت تعرفي كيف بيصلي؟ يعني جيبيها بقصة كده، خلي ابنك يسمع من بعيد مش دايركت قدامه كده. لافندر بتسأل ما هي سجدة السهو؟
اسمعين، احنا عارفين ان الصلاه فرضت علينا ركعتين 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 ركعتين. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو زود على الظهر 2، وعلى العصر 2، وعلى المغرب 1، وعلى العشاء 2. فهماني؟ فالركعتين الاولانيتين لو سهيتي فيهم ولا غلطتي بتعاد الصلاه. الركعتين التانيين لو سهيتي او غلطتي بتسجدي للسهو. ازاي سجود السهو؟ اول حاجه ملوش لا تكبيرات ولا الله اكبر الله اكبر ولا حاجه. مثلا انا خلصت الصلاه بدي اسجد للسهو، على طول بنزل على القرص بقول ايه؟ اسجد بتقول ايه؟ بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وبرفع راسي وبسجد سجده ثانيه، بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بس وبعدين لما تخلص تقولي السلام عليكم. ما فيش السلام عليك ايها النبي اخرها السلام عليك على النبي وعلى بيتك الطيبين الطاهرين، لا لا لا، بس السلام عليك فقط. لا فيها تكبيرات ولا فيها التشهد الاخير. مسك الختام، هل التسبيح له اثر على الروح؟ طبعا طبعا التسبيح له اثر على الروح، مش بس التسبيح. هو شوف ربنا قال ايه؟ اذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. في فرق بين الذكر وبين التسبيح. هو عايز ان التسبيح يكون بس الصبح وبالليل، انما الذكر طول النهار. ليه التسبيح بالصبح وبالليل؟ لان الصبح بيكون بدايه النهار والمشاكل اللي هتيجي في النهار واللخبطه والدربكه والحاجات اللي بنعملها. ده تسبح الصبح قبل ما تدخل في معارك النهار. بالليل خلصت من معارك النهار سبحه بالليل عشان تدخل لعالم تاني وتنام. انما الذكر طول النهار. الذكر طول النهار. يا جماعه الذكر ده ملوش وقت، هو دايم ومستمر. انما الذكر هو السور الحقيقي اللي يربطك بنور الله. سور يخلي فيه بينك وبين ربنا كده شده وعمار. بتحس ان من كتر ما تذكر ربنا ومن كتر ما تتعود على الذكر انك بتدخل في حصن الله الحصين. ولما تدخل في حصن الله الحصين الله يصلي عليك، يصلي عليك وملائكته. فكتر الذكر طول النهار تدخلك في حصن الله وتمسكك بنور الله وتخلي الله يصلي عليك. اي ذكر تبعتي تقولي لي اي ذكر، اي ذكر، صلاة على محمد وآل محمد، هذا دعاء مستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله وإلى الله وعلى الله، او سبحان الله والحمد. اي ذكر بيجي على دماغك امسكيه طول النهار طول ما انت بتشتغلي. يعني كان الشيخ المهاجر الله يرضى عليه بيقول لك ان لما تقول لا اله الا الله شفافك ما بتتحركش، فمحدش بيحس فيك انك بتذكر. فطول ما انت قاعد وبتتحرك ورايح وجاي خلي لسانك في حلقك يقول لا اله الا الله، اهو ذكر واتصال بالله. ابو حسن الكربلائي، يا ابو حسن بيقول لي هل الانحراف اتجاه قطبي الارض تأثير علينا من الناحية المعنوية والمادية؟ انحراف قطبي الارض لما يخبطوا المذنب هيكون له تأثير على التكنولوجيا في العالم كله. المجال المغناطيسي بتاع الارض هيتحرك، بس احنا مش هنحس بحاجة. المجال المغناطيسي بتاع الارض هيتحرك. ليه؟ لان كمان هيكون قريب من الشمس. الشمس في الوقت ده هيصير فيها انفجارات كتير، والانفجارات دي هتنزل قطع منها حامية جدا هتخبط في الغلاف الجوي، هتحصل فيه ثقوب من انفجارات الشمس. انما المجال المغناطيسي بيلف، والمجال المغناطيسي لما يلف هو اللي هياخد اللي هيحتار فيه وقتها الطيور المهاجرة، لأن الطيور المهاجرة كانت بتهاجر على هواء الأرض وعلى المغناطيس اللي في الأرض وعلى هواء الحركة بتاعت الأرض هي عارفاها. إنما لما تتغير حركتها الطيور هتضيع، النحل هيضيع، الأسماك في البحر هتضيع.
كل ده هيتأثر، إنما الإنسان هيكون محمي بالغلاف الجوي بتاع الأرض، لأن القوة المغناطيسية على الأرض قوية ومحمية بالغلاف الجوي، فمش هتحس بحاجة. فلذلك انت تقول لي مثلا له اثر على الناحيه المعنويه والماديه، مش هتحس بحاجه، انت يمكن هتحس بس ان الارض طلعت الشمس من الناحيه الثانيه، بتعرف ان الارض لف الجهاز المغناطيسي. مش يا محمد تحب تحكي كلمه؟ بتضلها من نفس المطرح عم تطلع. نعم بتضلها من نفس الارض عم تطلع، الشمس ما بتتغير من المغرب. لا بتطلع المغرب بيصير لان صار الشرق والغرب، بس بتضلها بتطلع من نفس المطرح. اوكي. الحمد لله وحدة اسمها الحمد. أسمي اسم تاني، لازم تقولي الحمد لله اسمك. لماذا جاء ذكر الخمس مرة واحدة والزكاة مرات كثيرة؟ شوفي يا أمي، لأن الزكاة بيدفع فيها على حاجات كتير. الزكاة موجودة على ثلاث أنواع الإبل، الأنعام اللي هي الإبل والغنم والبقر، يدفع عليهم زكاة، وعلى أربع أنواع من منتجات الأرض اللي هي الحبوب اللي هي القمح والشعير، القمح والشعير والتمر والزبيب، دول لازم يدفع عليهم زكاة 2.5%. وإن كان في نقد ذهب وفضة بيتعاملوا فيه يدفع عليهم زكاة 2.5%. إنما الخمس اللي هو كل شيء بتربحه بيزيد عندك، بيقعد عندك مش لازمك لمدة سنة، لازم تطلع 25%، يعني الخمس بتاعه بيكون أكتر. ولذلك الخمس لأنه بياخد 20% من المال أجابه لك مرة واحدة، إنما الزكاة لأن ده شغل طول الوقت، الزراعة والغنم والحاجات دي كلها شغالة، لازم نجيبها لهم أكتر، لأن الخمس أضخم والزكاة أقل. أم حوراء العقابي، ما هي الطريقة للنجاة من عذاب القبر؟ أول حاجة رح أقول لكم حاجة عن أول حاجة لما طلبوها مني كمان، عند الميت لما بيموت إيه اللي نقدم له؟ له منقدم له صلاة الوحش أول ليلة، ومنقدم له الصدقة. تعرف أحلى حاجة وهو بيندفن، اللي بيقوم بدفنه ناول له في إيده مبلغ، وقول عن روح الميت أول ما ينزل في القبر وتدفع عنه صدقة بترفع عنه العذاب، بترفع عنه الصدقة بترفع عنه العذاب. بعدين تاني يوم بتروح على القبر بترش عليه مية، دي سنة عندنا لازم كلنا نعملها، بتقف تقرأ على القبر سورة القدر 11 مرة وبتوهبها لجميع أهل القبور. إذا كان في قدرتك تقرأ سورة ياسين وتوهبها لجميع أهل القبور، فاهم إزاي؟ أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، بنقول كده. أما الأعمال اللي تنجيكي من عذاب القبر، من عذاب القبر دلوقتي في حياتك، اللي هي المداومة على قراءة سورة الملك. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أنها في قلب كل مسلم من أمتي. سورة الملك، صلاة الليل، سورة الواقعة، سورة في يوم الجمعة، سورة بقول لك هنا زيادة، سورة النساء وسورة نون والقلم، دي بتتقرأ يوم الجمعة. إنما سورة الملك والواقعة مهمين جدا جدا لينقذوك من عذاب القبر، لأن سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر بكلام الرسول صلى الله عليه وآله. اللي بيموت يوم الخميس بعد الظهر معفي من عذاب القبر لغاية يوم الخميس، يوم الجمعة بعد الظهر، اللي بيموت في الوقت ده معفي من عذاب القبر. عالية سليمان، عالية بتقول جوزي ما بيصليش وقليل لما يروح على صلاة الجمعة، أحاول أكلم الأولاد أمامه عن الصلاة بلا فائدة، أجد علم عدم البركة في رزقنا، هل أتركه أو تركه حرام؟ يا عليا يا حبيبتي، طالما علاقته معاك كويسة ما تتدخليش في علاقته بالله، لأن احنا بنفكر ان احنا المرأة لما تتجوز الراجل بدها تفكر انها بدها تعجنه من أول وجديد، والراجل لما يتجوز المرأة بيقول لك أربيها من أول وجديد، ده كل كلام فارغ وكلام غلط.
انت علاقتك بيه محدوده في حدود انك مراته وانه هو جوزك، علاقته بالله مالكيش دعوه فيها. اما تتحججي وتقولي البركه وما البركه، البركه بتيجي لما وانت تطبخي تقري تسمي، انت تحطي البركه في اكلك وفي بيتك وفي طبيخك. شو بدك فيه؟ اذا هو فيه خير ربنا هيوجهه للخير وهيبتدي يصلي. اذا ما فيش في قلبه يعني اهتمام انه يتجه الى الله ويصلي، علاقته بالله ما تتدخليش فيها. بس اساور من نور، كيف لا يكون ظل الاجسام الائمه وهم بشر مثلنا كما في الايه انما انا بشر مثلكم. بصي انت اكيد داخله جديد معانا، واجي اكيد ما قريتيش ولا حاجه ولا سمعتي ولا اي حاجه لا من عندي ولا من عند محمد، لان كلنا اتكلمنا في مواضيع كتير 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 عن ان الائمه هم اجسام نورانيه. انما لما الرسول يقول لك انما انا بشر مثلكم، ايوه هو نور في جسم بشري، نور داخل لابس جسم بشري عشان يتكلم معانا، فلذلك ملوش ظل لان هو من النور. يا حبيبه قلبي خش على قناه عليون، اسمع المحاضرات بتاعتنا، اقري فيها شويه. الايه للانبياء مش لنا نحن. ايه ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم، الانبياء نزلت مش لنا نحن، لان في فرق بين البشر والانسان. هادي ما سمعتي؟ كمان الايه دي مش لان نزلت للانبياء، هو بيكلم الانبياء انما انا بشر مثلكم. المهم الرسول ملوش نور، ملوش ظل لانه نور. فاضل حسين. قصة فاضل دي عايزة بقى ايه تسمعوها معايا كويس قوي. بيقول ايه؟ بقاله 14 سنة متجوز، ما خلفش ولاد، اخت مراته حامل عندها ولاد كتير، فقالت لها بصي اللي انا حامل فيه ده حدهولك، فبيقول لي لو اخدته ممكن اكتبه باسمي. يا فاضل اول حاجة انت ملكش سلطة على الانسان ده كان بنت او ولد، لان لما يكبر هيقول لك مين اذنك تحرمني من امي وابويا ومن اخواتي وتجيبني اعيش معاك؟ ليه تحرمه انت؟ ليه تفكر انك انت تاخد طفل من اهله ومن اسرته عشان انت تكون مبسوط؟ هو مش هيكون مبسوط. هو لما يبص يلاقي اخواته عايشين مع بعض ومبسوطين ومع امهم وابوهم وهم قاعد معاك هيتضايق منك، هيكرهك. وبعدين انت ما عندكش اذن ولا سلطه انك تعمل العمل ده، ده عمل ضد دينك وضد قانونك. زائد ان الولد ما يتكتبش الا باسم ابوه، انسبوهم لابائهم. انما تكتبه باسمك لا، ما ينفعش في ديننا، ما ينفعش. وبعدين لو اتبنيته هتكون اتبنيته رغم انفه، يعني اللي بيتبنى طفل بيتبنى لان امه وابوه مفقودين مش عارفين فين هم، او ماتوا او رموه. انما ده امه وابوه عايشين، وخالته يعني خالته اللي هي هتبقى امه في المستقبل هيشوف امه الحقيقيه واخواته هيحقد عليك وعليها. اوعى تعمل عامله زي دي. على لو اذا مش مصدق كلامي اتجه للمرجع بتاعك واساله. نرجس حميد بتقول آية 243 في سورة البقرة، بتقول ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من هم؟ شوف لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يخفي أسماء ما تجيش تقولي مين هم. هو كان قاصد يوريكي من الآية دي إن الله هو قادر على الإحياء والإمات. جماعة خافوا من حاجة، خافوا من طاعون، خافوا من عدو، خافوا من شغلة، فهربوا من البلد وطلعوا كلهم. فطالما خافوا من ايه؟ خايفين من الموت. فقال لهم انتوا طالعين هربانين خايفين من الموت، طب موتوا بقى، موتهم. قعدوا مدة وبعدين احياهم. عرفتوا ان الله هو الذي يميت ويحيي؟ قالوا انما من هم؟ مالكيش دعوة، هو مش عايز يقول لنا. زي ما جاء في سورة التحريم قال لك إيه، ضرب الله مثلا امرأة لوط وامرأة نوح كانت تحت عبدين مؤمنين من رجالنا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. هو سمالك أسمائهم؟ لا، إنما كان عايز يضرب المثال لعائشة وحفصة، يضرب لهم مثال إن أنتم متفكروش أنكم عشان أنتم أزواج النبي
تغلطوا وتكذبوا وتفتروا على رسول الله وتكذبوا على رسول الله وتعملوا مقالب في رسول الله ان عشان انتم متجوزين حتنقذوا ينقذكم جوازه من النار. لا، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. انما الوحيده اللي ذكرها ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هدولك يعني مثلا امراه فرعون قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله، ما قالش من هي، لان عايز اديكي مثال. اي امراه جوزها شرس وجوزها قاسي وجوزها بيقس عليها ما بتردش عليه، ما بتسمعش كلامه، ما بتتجهش على الاتجاه بتاعه وبتتجه الى الله بتقول له خدني عندك. فهمتي؟ ام عمر إذا فرغ العبد من صلاته ولم يسأل الله تعالى حاجته يقول الله تعالى لملائكتي انظروا إلى عبدي فقد أدى فريضتي ولم يسأل حاجته، مشى وكأنه استغنى عني، خذوا صلاته واضربوا بها وجهه. هذا مش أسلوب الله ولا من طريقة الله. الله لطيف بعباده، وبعدين اللي بيصلي لله بيقف يقول له اهدنا الصراط المستقيم، اهو طلب صراط الذين انعمت عليهم، وبعدين بيقف في صلاته بيتوسل الى الله. يوم ربنا يقول له خد صلاته واضرب بيها وشه، مش كلام رب العزه ابدا. رب العزه لطيف جدا وحنون جدا وطيب جدا معانا. الحديث ده بصدقوش. شو رايك يا محمد؟ وانت كمان؟ شوفوا بقى ام زين طالبه مني ايه، بدها عمل، اسمعوا، عمل يسهل عليها تعليم علوم اهل البيت كلها وتعليم قراءه القران وتعليم تعلم اللغات. بعمل اديكي عمل عشان تعرفي كل علوم اهل البيت وتعرفي كيف تقري القران وتعرفي لغات العالم. والله يا ام زين لو انا معايا عصايه موسى كان يمكن ساعدتك. بقول لك ايه، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. يعني احنا عدنا سنين عمرنا كلنا نبحث في الكتب ونقرا ونتعلم ونتشال ونتحط ونروح ونيجي ومن هنا ومن هنا ومن هنا وتعلمنا ونهد حيلنا لما اخذنا شهاداتنا وتعلمنا، وانت عايزه عمل يديكي كل دول؟ يعني انا اسف مش هقدر اديك حاجه. اشتغلي وتعبي زي ما انا تعبت. ام حيدر، ما حكم الطفل الذي يتوفى في عمر اقل من 12 سنه وصلاته غير منتظمه؟ ما حيقدر. يعني انت بتقولي طفل بطفل، يعني طفل هيتعذب 12 سنه ما بلغش. ما تقلقيش عليه، ابنك ابنك ان شاء الله مع اهل البيت في رحمه. خادمه العتره بتقول عايزاني اعلمها عمل يخليها تخلي جوزها يطلع من بيت اهله ويسكن هو وياها في بيت تاني. طب يا حبيبتي مش ضروري تتعلمي عمل، هالكلام ده متوقف كله على اقناع لجوزك، لان في شرع ربنا انه مجبور يوفر لزوجته بيت مستقل لها ولولادها. ده شرع ربنا، فتكلميه بالحسنى، وصلي لناس كبار يقدروا يتكلموا معه، مش محتاجه عمل. انست سمايل حبيبتي، ما تبعتليش بدك تسالي سؤال يتعلموا من وراكي من ورا سؤالك الناس حاجه، انما تسالي رايي انا ماليش دعوه. بتقولي واحده اتحرقت في السياره ما رضتش تطلع عشان ما حدش يشوف حجابها ولا يشيل حجابها. يعني اذا كانت واحده متخلفه وواحده متخلفه عقليا يعني سابت نفسها تنحرق جوه السياره، انا ماليش دعوه بالمواضيع دي. اما اساليني رايي في حاجات تفيدك وتفيد غيرك. واللي بيسالني كمان ما رايك في الشيخ الوائلي فلاقوني هم يبعتوا لي مالكم وما الراي في الشيخ الوائلي. مش هديكوا راي في اي شيخ، كل واحد حر في حياته، كل واحد حر في افكاره في اعماله في تصرفاته وفي كتبه. ليه تاخد راي ده في ده وراي ده في ده؟ انا مش عايزه حد يدي راي فيا ولا بدي راي في حدا، كل انسان مستقل وكتر خيره على اللي بيعمله. رحيم اسماعيل عايزني اكلمك عن نعيم القبر، اديني قلته قبل شويه عن عذاب القبر والنعيم. صالح آل الصياح، ما معنى وضرب الله مثلا امراه؟ انت عايز يعني اقول لك ان
عن حافظة وعائشة، أديني قلتها المرة اللي فاتت في السؤال اللي فات، هم حافظة وعائشة. طيب جعفر العراقي، هل سورة الفيل موضوعة أم هي ثابتة؟ معقولة جعفر تسألني سؤال كده؟ سورة الفيل من السور الثابتة في القرآن، واللي بتحكي عن قصة طريقة اغتيالهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنة ولادته. كانوا عايزين يقتلوه فأخذوا جده هرب بيه إلى الصحراء، وقال لهم إن سايبين ابننا للبيت رب يحميه. دي سورة مثبتة في القرآن أمي، مش سورة موضوعة. طيب رضا بتقول أنا بصوم يوم الاثنين والخميس، وبصلاتي في النوافل بطول فيها شوية، جوزي بيتضايق ومش عايزني أصوم رغم إن أنا مش مقصرة معه في واجباته أبدا. شوف، إذا مش مقصرة في واجباته وعطياله حقوقه صومي رغم أنفه. ليه؟ لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا هي عاملة لك كل أمورك ما تتدخلش في صيامها، دي علاقتها بينها وبين ربنا، أنت مش متسلط عليها هيك، انت متوافق معها شريك في حياتك مش متسلط عليها كده. افهموا يا جماعة، الجواز مش تسلط مش امتلاك، الجواز شركة. فاهمين يعني ايه شركة؟ يعني تتدخلش حاجات خاصة. كل انسان في الدنيا كله له حاجات خاصة جواه يحب يعملها محدش له دعوة بيها، فمحدش يجي يتسلط على التاني ويقول لا انا ما بديش، انا جوزك، انا ماليش، مش عايزك تعملي، مش ليه مش عايزه تعمل ايه؟ طالما حقوقك واصلاك ما تتدخلش فيها. صلي واعبدي ربك زي ما انت عايزه. زهرة الاسلام بتقول ما الفرق بين هذه الآيات؟ ذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز الكبير. يا حبيبة قلبي، انت جايبة لي آخر الآية وعايزاني أنا أخترع لك فيها. ما ده بقول لك ذلك، اللي هو ذلك يعني إيه؟ بيشير إلى مقدمة الآية. في آية قبليها بيتكلم فيها عن حاجة وبيقول لك وبيشير ذلك اللي أنا قلته هو الفوز العظيم. إيه هي؟ اكتبي الآية وأنا أقول لك، أو اقري الآية وهي تبين لك. انما تقولي لي انت يعني جلا هقول لك جلا ده معناته ايه؟ ما ينفعش. اكتبي الايه كامله واساليني اذا ما فهمتيهاش. رباح الرباح، ما معنى كلمه سوره؟ هل لها معنى ظاهري ومعنى باطني؟ وما تعريف الايه؟ هل لها معنى ظاهري ومعنى باطني؟ طيب سوره معناته إحاطة بشيء، يعني معلومات موجودة في مكان ومحوطها بسور ما تخرجش منه المعلومات اللي فيها. زي ما تقول بيتك له سور، سور الحديقة يلم بيتك ويلم البستان اللي حوالين بيتك، بيتك محمي مقفول السور عليك، يبقى السور ده يحيط بشيء مهم ما يخرجش عنه، مش محتاجة باطني وظاهري. أما الآية، بص الكون كله آيات الله. أنا قلت قبل كده في آيات قدامك، السماوات والأرض والبحار والجبال دي كلها آية من آيات الله، خلق الله كله آية. وفي عندك آيات مقروءة اللي هو القرآن، وفي عندك آيات مسموعة اللي هم الأئمة عليهم السلام لما يخاطبونا ويكلمونا ويبعثوا لنا، دي آيات نماذج من الآيات المسموعة. فالآية لها أشكال متنوعة ملهاش ظاهر وباطن كمان. وبعدين بيسألني، شخص ملحد من أبوين مسلمين ولكن بسبب طلاق الأبوين وتشتت العائلة لم يجد أحد يرشده ويعلمه الإسلام وهو يتشكك في وجود الخالق، هل يعتبر مرتد أم ملحد؟ طب أنا أشوفته عشان أقدر أحكم عليه؟ هو بيتشكك في وجود الخالق. مصطفى محمود كان يتشكك في وجود الخالق، وبعدين قلب من أحسن الفقهاء ومن أحسن العلماء. ما تقدرش تحكم على أي إنسان إنه ملحد أو كافر، سيبه لما هو يكتشف حقيقته شوي شوي. وبعدين أنت بتسألني إذا دخل في الإسلام هل عليه إنه يعوض الأيام اللي فاتهم بلا صلاة؟ الموضوع ده تسأل فيه فتوى مش أنا، اسأل فيه المرجع بتاعك يعيد الصلاة ولا راحت من عليه لما يدخل تاني في الإسلام. بعرفش أقول لك.
نسيم الجنة. بالنسبة لصلاة الفجر، كم من الوقت قبل الشروق؟ في الصباح والمساء بتقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. فهل القضاء السيء مكتوب بهذا الدعاء أسأل الله اللطف فيه، أم إنني بدعائي أفتعل وجوده؟ فهل هذا صحيح؟ بصي، أول حاجة صلاة الفجر لغاية قبل الشروق قولي بخمس دقايق تقدر تصليها. إنما اللي أنت بتقوليه ده اللهم إني لا أسألك رد، أنت بتعرفيش ربنا مخبي إيه. فلما تقولي الكلمة دي اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ده كلام جميل قوي يتقال بينك وبين الله، جميل. مش معناته إن في قضاء وحش وإن ربنا هيحطه لك وأنت هتزحيه، لا، أنت بتقوليه من غير ما تعرفي إيه اللي هيحصل خالص. فقولي الكلمتين الحلوين دول. في الوضوء أيهما أفضل، اللهم يسر ولا تعسر، ولا اللهم يسر كل عسير؟ ايه ده كله زي بعضيه يا امي، كل الكلام ده جميل. وداد علي، لماذا سميت الذنوب هكذا وهل لها اذناب وكيف ستتمثل في يوم القيامه وهل ستكون بعد توبه صاحبها؟ نعم، كلمه ذنب جايه من طريقه ان العمل الوحش ده ساب اثر، وساب اثر يعني معناته ذنب في الإنسان، ساب أثر، أثر فيه. ادعي ربنا إنه يغفر ويكفر، يغفر لك يسامحك ويكفر يعني يلغيها كلها. أما الإنسان التائب فالتائب من الذنب لا ذنب كمان لا ذنب له، يعني في يوم القيامة إذا تبتي توبة نصوحة وتقبلها منك ربنا ذنوبك مغفورة كلها. محسن رشيد، ما تفسير قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ يعني انت واحد، شوف الفرق بقى، واحد قاعد لا بيتجه لله ولا بيصلي ولا بيتكلم معاه ولا بيذكره ولا بأي شيء، ولا كلمة الحمد لله ولا كلمة إن شاء الله ولا حاجة، وواحد ماسك الذكر في حلقه وماسك في كل حاجة وإن شاء الله، وكل ما يقف يدعي يا رب دخيلك يا رب خليك معانا يا رب تسترها علينا ويا رب يا رب يا رب، يعني ربنا لما يحس إن ده محتاجه وبيسأله بيعطيه. إنما التاني طالما أنت مش عايزني أنا مش عايزة، مش عايزك بس كده ببساطة، مش عايز تطلب مني مش عايزك. لا يعبأ بكم ربي يعني مش فارقة معه طلبته ولا ما طلبته، عشته ولا ما عشته، لولا دعائكم هو اللي مصلحتكم اللي بتطلبوها من ربنا، عشان كده بيعطي. سجاد حامد، ما حكم أغمض العينين أثناء الصلاة؟ يا سجاد أنا هقول لك حاجة، لو أنت بتصلي وقدامك ستارة مزركشة وملونة ما تطلعش عليها، فيك ان تغمض عينيك لا ثواني، انما او احسن لك تبص مكان سجودك، خلي عينيك لتحت. انما لو غمضت عينيك في صلاة العشاء او غمضت عينيك في صلاة الليل هتنام. انسان بيبقى مرهق طول النهار وتعبان، وتيجي وانت بتصلي تغمض عينيك هتلاقي نفسك شتيت ومش عارف بتقول ايه ولا انت في انهي ركعة، فما تغمضش عينيك. تغميض العينين في الصلاة مكروه، ولذلك لما يكون قدامك شيء مزركش وبيضايقك نزل عينيك لتحت او اطلع من المكان، ما تصليش في مكان فيه مكان يسحب عينيك ويخليك تضطر انك تغمض. هديل سلام بتقول كانت بتصلي، سمعت وهي بتصلي حسينية وذكروا فيها كربلاء، ضلت تبكي 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 تبكي، هل ده غلط؟ بص يا هديل، اول حاجة اللي بيبكي في الصلاة على أهل البيت ماشي، إنما أنت تعمدت إنك تصلي والحسنية شغالة، يعني في ناس بيشغلوا التلفزيون ووقفوا يصلوا، ده غلط. لا، معناته إن اتسحبت منك صلاتك راحت للحسينية، راحت ذهنك راح لهناك وتركت الصلاة، معناته ما كنتيش مركزة في صلاتك، لأن صلاتك دي تعتبر خطأ. ليه؟ لأنك وقفتي في مكان فيه غروش على الصلاة، وبالفعل غروشوا عليكي وخلوكي تنسحبي لا الحسينية وخلوكي تبكي في صلاة. فأنا بقول لك أحسن لك عيديها. بتقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
وبتقول الآية الثانية: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني ربنا هنا عايز يقول لك إن مهما يعمل، لو الملائكة نزلت كده قدامهم ووقفتهم قالت لهم في حاجة اسمها الله، في حاجة اسمها رسول، وفي حاجة اسمها قرآن، مش هيصدقوا. لو الأموات طلعوا من القبور وقال لهم مظبوط، مش هيصدقوا. ولو نزل لهم كتاب كده موجود لمسوه بأيديهم، مش هيصدقوا. ده عايز يبين لك طريقة عناد الكفار. بس أم أمير: ما معنى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام؟ السؤال ده مهم، وأعتقد أن كلكم بتحبوا تسمعوا وتستفيدوا منه. أول حاجة، ما معنى الشعائر؟ هي كل معالم دينك المتركزة في افعل كذا وما تفعلش كذا. يعني لا تحلوا شعائر الله، يعني تخلوها حلال، مش تحلوها تفكوها. لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تجعلوا شعائر الله حلال. يقول لك تعملش كذا تقوم تعمل، ما تعمل. يعني مثلا احنا عندنا في الحج ده، الكلام ده على فكرة يصف أو وقت الحج. في الحج عندنا ممنوعات كتير وعندنا حكم قوي. يعني انت تنزل محرم، تقوم بالنسبة للنساء لها قوانين وبالنسبة للرجال قوانين. كل اللي في الجامع لابسين أبيض. الأبيض ليه؟ علامة الكفن. يعني إحنا لابسين كفننا وجايين لك يا رب نسلم ونقول لك نعاهدك العهد التاني إن إحنا معاك. إنما عندنا شروط في ديننا، إن إحنا مثلا لا ما تقتلش حيوان، ما تقصش الشجرة، ما تصطادش حيوان، للمرأة لها شروط، شعرك ما ينزلش إلى آخره. طيب قلتها إن ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام تجعلهوش كمان تحلوا الشهر الحرام. والكلام ده اتكلمت عليه في النسيء اللي هو يكونوا عايزين بيتعاركوا مع بعض، يقوم يجي الشهر الحرام يقول نأجله للسنة الجاية الشهر ده بس نكمل العركة. أو ناس تقول إيه دخل علينا الشهر الحرام، نفتح شوية بلكن إيه تهدى معنا النفوس ونتصالح. فالشهر الحرام ما تحلهوش. الهدي، الهدي هو إيه؟ هو الحيوان اللي بنهديه للكعبة. ده الكلام ده في منى. المهم كان أيام زمان يروحوا يسافروا للحج، اللي راكب جمل واللي راكب حصان واللي راكب حمار وساحب معاه الغنمة في إيده. فكانت الغنمة بتخاف يتسرق أو بتخاف الغنمة تشرد، فكانوا يعلقوا في رقبة الغنمة قلائد. قلائد مكتوب عليها مثلا إيه؟ حج فلان الفلاني. والإنسان اللي بيعرفش يكتب يقوم ياخد حتة من لحاق الشجر يربطها في دبارة ويحطها في رقبة الحيوان، يقوم الناس تعرف إن الحيوان ده فيه في علامة، حدش يقدر يسرقه ولا حد يمسكه. فكان دي اسمها قلائد. يعني الحرام تفكه شهر الحرام، الشعائر تكون مظبوطة، القلائد تكون للحيوان عليه قليد عشان يعرفوا إن ده مين ومين ومحدش يسرقه. بعدين اللي هي ولا اللي هي بقى اخر حاجه، ولا امين البيت الحرام. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول مثلا، دلوقتي بيعملوها الحمد لله، ما تجيش تقول ممنوع البلد الفلانيه تيجي السنه دي على الحج، مش على خاطرك، مش بيت ابوك، مش بيت ابوك. انما ده اللي عايز يروح لبيت الله الحرام ما في اي حد يقف قدامه. ربنا هنا بيأمرك ما تقف قدام واحد بده يحج. ما تجيش بقى انت يا صاحب السمو تيجي تقول ممنوع البلد الفلانية تيجي على الحج السنة دي، لا مش على خاطرك، ده انت مخالف دين ربنا من الاول للاخر يعني، والحمد لله. المهم ان في الشهر الحرام ربنا امن الانسان وامن النبات وامن الحيوان وامن الطير وامن الجماد. ازاي؟ ممنوع الحيوان يتقتل يصطاد، ممنوع الشجر يتقطع او تقرا حتى لو ورقه خضراء كده قطعتها حرام، ممنوع. الطير ممنوع تمسكه، بتشوف طيور اللي بياكلوا قدام العالم وبيهمهمش، ان عارفين انهم متامنين من قبل الله تعالى. الجماد امنه، بالعكس الجماد اخذ اكتر حاجه في الامان اللي هو حطه لك في قلب الكعبه وقال لك انت مجبور وانت رايح على الكعبة تبوسه وما قدرتش توصله تسلم عليه وتبوس ايدك اللي سلمت عليه، كأنك بتقول له عهدي اجدده واماني على الله اجدده. حجر حجر. انما ائمتنا قالوا ايه؟
قالوا ما كانوا الكفار بيعملوا نفس الشيء وبيطوفوا حوالين حجر، إنما الحج الحقيقي هو إنكم بعد ما تحجوا ترجعوا إلينا، ترجعوا لأهل البيت وتشوفوا قوانين أهل البيت وتشوفوا طلبات أهل البيت إيه هي، لا يكمل حجكم إن شاء الله. بس يطلع الإمام المهدي كل شيء بيتظبط. سؤالك كان حلو. عبد الحميد علي بيقول لي ازاي بتقولي ان الائمه كلهم جميعهم ماتوا شهداء ولم يدخلوا في اي معركه حربيه؟ هو الشهيد لازم يموت في معركه حربيه يا امي؟ دول اتقتلوا علشان كلامهم ولسانهم، دول دفاعهم عن دين الله ونشر دين الله قتلهم. كل امام اتقتل بقتلوه بالسم وقتلوه بالسيف. ليه؟ لانه بيحاول يثبت دين الله، بيحاول ينشر دين الله، وكل واحد بيجري ويقول كلام الله حق وان انت باطل وانت باطل بيقتلوه. فالائمه كلهم ماتوا شهداء، ولذلك هم احياء عند ربنا، عند ربهم. الامام بيموت انما حي. طيب، اشرف القتل هو موت الشهاده، درجة يرفع الله بها من يختار من عباده، فهي منحة وليست محنة. وبعدين بيقول لك إن الشهيد لو تمنى، لو أي شاب بتمنى إنه يموت شهيد ومن قلبه طلعت الحكاية دي ومن قلبه بيتمناها وما ماتش شهيد، ربنا بيكتبه عند موته إنه شهيد، لأنه كان يتمناها بس ما طلهاش، فبيتكتب عند موته إنه شهيد. وبعدين ربنا نهى ان احنا نسمي الشهيد ميت، وانك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. والحاجه الثانيه احياء ولكن لا تشعرون، لان احنا محجوب عننا حاجات كتير، الكون فيه حاجات كتير بس محجوبه عندك تقدرش تشوفها، حط عينيك بين البنفسجي والاحمر تقدرش تشوف غيره، الجن في الاحمر ما بنشوفوش، الملائكه في البنفسجي ما بنشوفهاش، احنا محشورين. يعني السجن الدنيا بالنسبه لنا سجن حقيقي. طيب اقول لك على مميزات الشهاده. الشهيد مع اول قطره من دمه يغفر له ويرى مقعده في الجنه في اول لحظه، يجار من عذاب القبر، يامن من الفزع الاكبر في يوم القيامه، يوضع على رأسه تاج الوقار اليقوت فيه خير من الدنيا وأهلها، يشفع في 70 من أهل بيته، لا يصعق عند النشور. هو في عند النشور صعق؟ الله، أيوة في آية بتقول إيه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، اللي هم آل محمد. إحسان الجرواني، هل النوم بعد صلاة الصبح فيه إشكال؟ أنت عشان خاطر ما تدخليش في الإشكال، استني بعد صلاة الصبح حوالي ثلث ساعة نص ساعة وبعدين نامي، لأن في الوقت ده بعد صلاة الصبح ربنا بينزل الهدايا والأقدار وكل حاجة لليوم ليوميها، فبيوزع كل واحد عطاياه في هذا اليوم، فاستني لبعد الصلاة بربع ساعة ثلث ساعة، في الوقت ده استغليه. تستغليه إزاي؟ حطي القرآن على راسك وقولي اللهم بحق هذا القرآن العظيم، بحق اسمك العظيم الأعظم فيه، وبحق أسمائك الحسنى، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم أجمعين، فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 10 مرات، بمحمد 10، بعلي 10، بفاطمة 10، اديهم للإمام المهدي. بتاخدي معاك التلت ساعة وبعدين بترفعي ايديكي بالدعاء، بدعائك مستجاب في الوقت ده، يبقى استفدتي على الشكلين، وبعدين حطي راسك ونامي. طيب، علي جواد الهاشمي، ما معنى أن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان؟ هي مش معناته حيوان شتيمة يا علي، لا، الحيوان هي معناته الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية. وبعدين أنا بشكرك يا علي لأنك بتقول لي أعطيني الإذن أن أنا أعمل زيارة عنك، ووجهتك أنك تعملها لي، وبشكرك كتير عليها. وردة جوري، ما معنى لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ يعني خلقناه في عناء مستمر، ما بيوقفش العناء. يا ابن آدم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
يعني اجري في كل حياتك كدح وتعب وشقا، كدح وتعب وشقا، وبعدين الموت. ولذلك الحياه اختبار، اختبار لكل اللي ربنا اعطانا اياه، اختبار لكل اللي تلقيناه من عطاياه سبحانه وتعالى. بيعطيك وظيفه، بيعطيك صحه، بيعطيك ولاد، بيعطيك رزق، بيعطيك كل حاجه، وبعدين بتستعمله ازاي قدام ربنا، وبعدين هنا يجي الحساب. روان، هل تزوج رسول الله بأكثر من 4؟ والله يا روان أنا بستعجب بك، كيف السؤال بتاعك ده يا أمي؟ اتجوز 9، إنما كان زواجه من النساء مش زواج أي واحد عايز يتجوز 4 و5 و6، كان زواجه زواج مصلحة. يعني مثلا الوحيدة اللي اتجوزها عن حب واقتناع وعن عشرة هي خديجة، إنما بعد كده اتجوز جواز مصلحة. إزاي؟ يعني مثلا عائشة وحفصة أخدهم اتجوزهم من أبهاتهم عشان خاطر يكف شرهم عن فاطمة وعلي، ويكف حسدهم عن فاطمة وعلي، فقال له هاتهم نتجوزهم. معلش، اتجوز أم سلمة كانت 60 سنة، يعني واحد بيتجوز واحدة 60 سنة، إنها كانت مقطوعة جوزها مات وانقطعت فأخدها الرسول. اتجوز مثلا زينب بنت جحش عشان ينفذ حكم لله عن الأب انه يصح له انه يتجوز ابن مرت ابنه لما ابنه يطلقها، وده كله ده كان تنفيذ لأمر الله، وبعدين طلقها. فكان جواز الرسول مش جواز حب وعشق وجنس والكلام ده كله زي ما بيوصفوه في صحيح مسلم البخاري. طيب سجاد، لا سجاد انا مش هرد عليك. لا، بيقول ما الذي دعا شعوب الصين لعبادة بوزة، وما المقصود بهذه الآية وذكر اسم ربه فصلى؟ انا حكاية عبادة بوزة دي انا ما دخلنيش في التاريخ. تقدر تجاوب عليه؟ موجودة محاضرة بوزة ما عند محمد عامل محاضرة عن بوزة، اسمعها يا سيدي، انا ما بدخلش في التاريخ. بعدين ما المقصود بهذه الآية وذكر اسم ربه فصلى؟ ربه هو محمد، لما تقول محمد على طول تلاقي نفسك تقول صلى الله عليه وآله، فذكر اسم ربه فصلى، محمد صلى الله عليه وآله. هنا عندك أم نور، في أي عام غاب إمامنا وهل تزوج أم لا؟ أنت مالك اتجوز ولا ما اتجوز يا أختي؟ كلكم تسألوا هالسؤال ده، وعنده ولاد ولا ما عندوش ولاد؟ يا عم اتركوا الإمام في حاله، احنا الإمام عايزين منه ايه من حياته الشخصية؟ الإمام في سنة 328 تقريبا، بالتقريب كانت الغيبة الكبرى بالتقريب، انما اتجوز ما اتجوزش دي حدش معرفه ابدا ابدا، وما تسألنيش انا لان انا كمان زيكم بعرفش عنه حاجة. وبعدين بتسألني صفات المؤمنون تنطبق على آل البيت، فهل يجب أن يتصف الشخص بكل ذلك حتى يكون من المؤمنين؟ يا إما نور، أنا قلت لك المؤمن في شرحتها في سورة محمد، المؤمن هو اللي آمن بالولاية، ولذلك ربنا في القرآن ما خاطبش قال يا أيها المسلمون أبدا، قال يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإيه؟ بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللي هي الولاية. فالمؤمنون بالنسبة لنا إحنا اللي هم داخلين في ولاية آل محمد، إنما المؤمنون في آل البيت هم اللي عندهم علم الله الكامل من الأول للآخر. بقف لغاية كده يا جماعة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.